السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ياكم علي نورو فيديو جديد. إذا كنت جديد على القناة فانضم للموج الأحمر من خلال اشتراكك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات، وإذا كنت من الموج الأحمر خلينا لايك وتعليق حلو وشارك الفيديو ويا أصدقائك بالماسنجر والواتساب حتى يوصل لأكبر عدد ممكن. أدرب روحي ما مزين ووجهي مكيس، بس الحلقة تأخرت وقلت لازم هسه أصورها. بما أن الزيارة الأربعينية بدت وبدت الناس تجي مشي إلى مدينة كربلاء، فقررت أسولف عن هذا الموضوع أو عن بعض الأنواع اللي راح تجي مشاي. بدون ما نطول المقدمة خلينا نبدأ بالنوع الأول. النوع الأول هذا النوع ما أدري ليش تلقاه بالفيسبوك، لا اسمه حمودي روحي، لا علوش الألماني، ما أعرف ليش، وغالبا صوره بالفيس هي الصايرات. هنا الكياتة الترتيب، يعني الشعر من هنا نمرة خفيفة ومن هنا طويل وجاي لهنا عابر للقارات. هذا النوع تلقاه غالبا يعشق الالوان الورديه، يعني كلش طبيعي، بودي احمر، بيجامه ورديه، حذاء بقبقي، وهذا شنو محضر روحه، تلقى بجنبته النرجيله، الجقاير، الام بي 3، من يروح المواكب ما يسلم عن حمام ابد، جمره كوبا لا زحمه عليه، هذا لو تجيبه وتقعده تسولف وياه كلمتين ما يعرف عن اهل البيت وما يعرف شنو معناه الاربعينيه. بالنسبه له كرنفال ترفيهي، كسر الروتين، عطله صيفيه، يوم النتائج بالنسبه للطلاب الابتدائيه، وانسى مقضيها وانسى، هيك راح نتكلم عليه شكو نتونس، هيك مدينه العاب. النوع الثاني العاشق المفلس، هذا يختلف عن النوع الاول كلش هوايه، تلقاه مطقم يعني لابس مثلا تيشيرت اسود، منطرون كابوي نيلي، والحذاء اسود، يعني شيء مرتب. من هاي الناحية ما تقدر تحكي عليه، بس هذا من النوع اللي يفكر بخشمه. عاد قلولي شلون؟ شوفوا هذا النوع يتعرف على بنية بالفيس، مثلا هو بالبصرة يتعرف على بنية بغداد، كل سنة يشوفها مرة واحدة، وين؟ كربلاء، من يروح المشاية، هذا تلقاه بجيبه ولا دينار، يجيب وياه ربع دينار يشتري بيه عليك، يقسمه اثنين، يلبسه هو هنا، ويلبس حبيبته هنا، ويطقون صورة بين الحرمين مسوين هيك. ويكتب جوا رسمتك عشق وربطتك بالعباس. ما اعرف هذا شعر ولا لا، لو مو هيك لا تلقاه حديقه بس يقعد ويا ربعه، بكم تروحون بين الحرمين اليوم؟ شكو؟ شوف بنات ولك وين؟ مول بغداد، مول الحرفيه، وين؟ نوع الثالث هذا غالبا ما يسمع هاي القصايد. هذا محسسني طريق المشايه راح يحرر القدس، عود يسمع حمزه الزغير واسم الكربلائي؟ لا عين مو ذاقته، مو مستواه اصلا. من تحت شاق له قصائد حماسية، يسوي لي واز بالطريق، حب شميس قصيدة ولك عركة، شلون تلطم عليها هاي؟ أي إنسان جيبه من يسمع هالقصايد مستحيل ما يقدر، يعني لازم يرقص، ما فيها مجال. والله العظيم أغلبية اللي يسمعون هاي القصايد أبد ما يربطها بأهل البيت، لو عنده موقف ويا صديقة، لو عنده موقف ويا حبيبته ويسمعها، لأن هي أجواء روحانية ما بيها. النوع الأخير هذا إذا ما أريد أظلمه أسميه المتذوق. الشيف اللي يحب ينطي رايه باكل المحافظات، اكيد كلكم عرفتوا. هذا المعدات اللي يشيلهم تعتمد على المسافه بينه وبين المواكب، يعني مثلا اذا كانت المسافه قريبه تلقاه شايل هذا. اما اذا لا بعيده فهذا حاسب حسابه لا تخافون. هذا من النوع اذا يسالوه يقول له شنو رايك بهاي الزياره؟ يجاوبهم بكل برود، والله زينه بس شويه مقصرين بالباذنجان، والله كبابكم مو شي هالسنه. طبعا هذا النوع عادي موجود بالفواجع بس يتكاثر بهيج مناسبات، سبحان الله تحسه موسم التكاثر مالته. اكيد السوايا زعلت لان انتقدت المشايخ، بس انا ما انتقدت اشخاص، انتقدت افكار ومواقف معينه. من انت تقطع كل هاي المسافه وانت تتعب كل هذا التعب، حرامات تضيع اجرك على مود نزوه، ومن انت قاطع مسافه كلش كبيره حتى تجي تشوف هذا الامام المعصوم لازم تنطيه حقه بكل شيء، لبس، بالكلام، بالنظافه، بالالتزام، كل شيء. أنا مو أنصحك دينياً وأقول لك حرام تشوف صاحبتك، بس أكو سنة كاملة وألف مكان بالعراق، آلاف الأماكن هم مو ألف مكان تقدر تشوف فيها حبيبتك، مو إلا بهاي الأيام وبهيج أماكن، وإن أنت حر بلبسك وتريد تلبس الشيء اللي يعجبك، لبسه بكل أوقات السنة، بس هاي الأيام وهاي الأماكن مقدسة، أنا ما أنتقدك لأن أنت تدور أكل، بالعكس هي هاي المواكب أصلاً صارت حتى تقدم لك الأكل، بس أنا أنتقدك من تجي من مسافة كلش بعيدة ما تعرف شنو اللي أنت رايح له، وما تعرف شنو الفكرة من هذا المكان، وعبالك الفكرة هي بس أكل، وأنتقدك من أنت شخص واحد تاخذ زايد عن حاجتك من الأكل، وتذب الباقي بالشارع وتخلي العالم يجلسون عليه، أبد لا تنسى العبرة من واقعة الطف، ولا تنسى أنت على شنو طالع، وفكر وادرس دراسة كاملة عن اللي أنت راح تسويه، وعن المراسيم اللي راح تأديها، وعن العالم اللي يشوفك، أي واحد من المشايخ هو مثال لكل الناس، راح يقتدون به، وراح ياخذون فكرة عن هذا المذهب، وعن هاي الطقوس، فأنت قدامك مسؤولية كلش كبيرة، اعكسها بشيء صحيح، واستغل التوفيق اللي أنت به بشيء صحيح وسليم،
اكو هواي ناس تتمنى تسوي مثلك بس ما تقدر بسبب المرض بسبب المشاغل بسبب البعد. اعرف انت شنو بيدك وشنو مسؤوليتك وصير قدها. اعتذر اذا ضوجت واحد بانتقادي واعتذر اذا طولت عليكم الفيديو، بس هاي الرساله لازم توصل لكل الناس وكل شخص راح يطلع من الشارع، وبالتوفيق لكم جميعا. اذا عجبك الفيديو اشترك بالقناه وفعل جرس الاشعارات وخلينا لايك وكومنت حلو وشارك الفيديو يا اصدقائك اللي راح يطلعون من الشارع. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه. يلا عيني بدون ما اقدم بدون ما اقدم المعلمة ما همتها عين مسافة.